السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب إدري. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على موقع مهم جدا من مواقع الذكاء الاصطناعي اللي من خلاله ممكن يخليني أعمل السوشيال ميديا الترندنج اللي موجودة دلوقتي. بص بقى حضرتك زي الصور الموجودة هنا كده، إزاي إن أنا أعمل شخصية أفاتار زي ده كده على السوشيال ميديا زي يوتيوب فيس أيا كان اللي بتاع. هنا الاسم بتاعي هو الشخص بتاعي، وممكن بعد كده إن إحنا نغير كمان الفيس بتاعه أو الوش بتاعه ده بوش تاني. بص كده هنا زي ده كده ها، وبيبدا يكتب بيانات وكلام من ده ويديني ايه شكل افاتار شكل ايه كويس. طيب ازاي ان انا اعمل الحاجات ديت؟ عشان نعمل الحاجات ديت ببساطه شديده هنفتح المتصفح بتاعنا اي متصفح، وهنيجي في شريط العنوان هنا وهنكتب الموقع بتاعنا bing.com. bing.com ده عباره عن اداه من ادوات مايكروسوفت، دي اداه من ادوات شركه مايكروسوفت، وبالتالي حضرتك عشان اقدر ان انا اشتغل عليها لازم يكون معايا حساب على مايكروسوفت، لازم اكون عامل تسجيل على مايكروسوفت. طب فرضا ان انا هنا مش عامل تسجيل او ما عنديش حساب على مايكروسوفت، بص كده هنيجي هنا نختار من الاوامر اللي عندي ديت كده، هنجي هنا عندي امر اسمه ايميجز، ايميجز او الصور، هضغط على ايميجز، ايميجز او الصور، هيبدا يديني هنا حبه اشكال وكلام من ده. طيب انا عاوز ان انا اشتغل انشا افاتار زي ما انت قلت او السوشيال ميديا اللي موجوده دلوقتي، هاجي اضغط هنا على الامر اللي اسمه كرييت، كرييت اهو. طبعا هنا هيطلب مني ان انا لازم يكون عندي حساب على مايكروسوفت. طيب اعمل ايه؟ هضغط على جوين اند كرييت، هيبدا يقول لي هنا سجل حساب في مايكروسوفت، اعمل حساب في مايكروسوفت، هضغط هنا على كرييت 1. طب افرض ان انا عندي، فخلاص هتدخل حضرتك على طول. طب مش عندي، هنضغط على كرييت 1 وهنبدا نكتب اسم، اي اسم انت عاوزه مثلا. طبعا ايه وانت بتكتب لازم يكون فريد من نوعه، يعني مش متاخد قبل كده او مش في شخص تاني كتب. هضغط نيكست. هنا طبعا لازم ان انا اضيف عليه اد اوت لوك دوت كوم او ات هوت ميل، يعني انا كتبت الايميل اهو اللي انا عاوزه، مش ينفع ان انا اكمل، لا لازم اكتب اوت لوك دوت كوم او هوت ميل دوت كوم، اي واحد فيهم. طيب هضغط نيكست. مثلا هنا طبعا اكيد حد واخد او شخصيه واخده الايميل، انا هعمل اي حاجه بحيث ان الايميل تمام كده ما فيش حد خده. هنا هبدا اكتب الباسورد بتاعي اللي انا عاوزه، بعد كده حطيت الباسورد، هنا بيجي يقول لك الاسم الاول، اكتب الاسم الاول. واعمل نيكست. هنا بتختار اي حاجه كده، تاريخ الميلاد، اي طبعا لازم تكون ايه مثلا اي حاجه مثلا لازم تكون كبير مش عشان تقدر يفتح لك برضه حاجات تانية مهمة. هنا كده انت دخلت الباسورد ودخلت تاريخ الميلاد ودخلت هنا كرييت. هنا النقطة ديت المهمة بقى عشان يختبر هل انت انسان ولا ريبوت. هنا بيبدأ يقول لك بص بقى انت عندك هنا كذا سؤال هتبدأ تجاوب عليها، هتبدأ هنا دينار مثلا الفترة ديت عندك خمس اسئلة، واحد من خمسة، بيقول لك عد النار ده الارقام ديت وشوف مجموعها كام، اول ما تلاقي المجموع صح هتضغط على سبميت زي كده. مثلا هنا لو عدينا دول هنلاقي دول 24، انا بغير بختار كده او كده لحد ما اعد دول، تمام اضغط سبميت ينجلني على السؤال اللي بعده وهكذا لحد ما ايه اخلص الاسئله. هنا خلصت اهوت الاسئله وكده وجاوبت على كله، بيبدا يقول لي ايه تمام كومبليت كومبليت كده، يبقى هو ايه حملت او اعد عندي حساب مايكروسوفت، انشات حساب على مايكروسوفت اهوت، اقدر استخدمه في اي حاجه. للاسف طلب ان انا اعيد نفس الاسئله مره ثانيه، عايز بقى وارجع لحضراتكم ثاني اهو تلقائي، هيبدا يكمل معايا اهو، جاب لي على نفس الايه الموقع اللي احنا كنا فيه اللي هو البينج دوت كوم ايميج كرييت، هضغط على جوين اند كرييت، هبص لاجي هنا اوتوماتيك يروح مدخلني على الاسم بتاعي اللي احنا عملنا الايميل اهو، يقول لي ادي الايميل بتاعك اهو اللي انت عملته. طيب هنا مجموعه من الصور والحاجات اهيت معموله بالذكاء الاصطناعي، تقدر ان انت تحمل اي صوره انت عاوزها، وهنا مكتوب بعض البرومبت او الوصف الابداعي بتاع الصوت. طيب انا هنا عندي هنا عاوز اعمل البرومبت اللي انت وريته لي بتاع الايه الوصف، هاجي هنا
واحط البرومبت اهوت، وده هسيبه لحضراتكم برضو في الوصف او الديسكريبشن اسفل للفيديو. هاجي هنا مثلا، هنا عندي ببدا اختار السوشيال ميديا عندي اهوت، هتلاقي هنا مكتوب سوشيال ميديا يوتيوب مثلا. انت عاوز يوتيوب اعمل، عاوز فيسبوك ماشي، عاوز انستجرام ماشي، عاوز ايا كان نوع السوشيال اللي انت عاوزها، اول حاجه اعملها اكتبها هنا. تمام، طيب ديت رقم واحد. طيب وهتبقى برضو خلي بالك ان فيها متكرر كذا مره، وبالتالي لازم ان انت تغير كل ما هو مكتوب يوتيوب ديت عشان يبدا ان هو يعملها. عندك هنا اليوتيوب بروفايل، طب انت ممكن تحط تقول له قعد الشخص على مثلا علامه الفيسبوك، وخلي البروفايل اللي وراه بتاع يوتيوب ماشي، مفيش مشكله. تمام، يبقى دي عادي. طيب في هنا كمان النيم، هنا انت هنا هتشيل ديت سمارت كريفت ديت، وتحط اسم حضرتك. يعني انا هشيل دي كده واكتب اسمي انا، طيب بص حضرتك وانت بتبص برضه على الاوامر، شوف لو في حاجه تحتها خط احمر او كده، مثلا زي كان في هنا حاجه قبل كده في الاول هنا، ديت هو معتبر ان هي ايه خطا من وجهه نظره، من وجهه نظر الموقع ان هي خطا، فانت بتعمل عليها كده كليك يمين، هو بيديك هنا الاختيارات، ممكن تعمل اجنور، ممكن ان انت بيديك برضو ان انت تعمل اضافه تضيفها للقاموس عادي، يعني زي ما انت عارف. فتشوف ايه لو في اي امر ممكن تعمله. طيب بعد كده هنا طبعا شغال بنظام الباقه، فبيديني هنا ايه، ادي كاركتر اهي، بص كده اجنور ولا الدكشنري ولا ايه، بيديني ايه اللي هو ايه الشغل ازاي يتم عليها زي الوورد بالظبط. طيب هنا مديني نظام الباقه، فانا انا هختار بقى انت عاوز ايه. طبعا هنا مديني 15 مره او 15 طاقه في اليوم، انت بتضغط على الايه كرييت بعد ما بتخلص، يروح جاي عامل لك اربع صور كل مره، يعني كل ما بيخصم منك مره، يعني هضغط على كرييت كده هيبدا يخصم هنا عندي ايه مره، اداني ايه 14، وهنا بيقول لي ثواني انتظر معايا ثواني وهبدا اعمل لك الايه الصور اللي انت طلبتها. خد بالك بقى ان هنا في حاجه مهمه جدا، احنا هنا داخلين من خلال ايه مايكروسوفت بانك، تمام كده. طيب الديزاينر او الديزاينر او المصمم اللي هيعمل لي الحاجه، شوف كده اه امين اهو، امين الضريبي اهيت اهيت باكتر من ايه. طبعا انا لو ضغطت تاني هيديني ايه حاجه تانيه مختلفه عن ايه الصور ديت زي ما حضراتكم عارفين اهو، نقص واعمل. طيب مين المسؤول او مين المصمم او مين البوت اللي بيشتغل عشان يعمل لي الصور ديت؟ بص دي حاجه في غايه الاهميه هنشوفها دلوقتي، ده بوت مدفوع الاجر، يعني مش بوت مجاني. بص كده اه بشكل مختلف تماما 100 100، شكل جميل جدا. طيب بص كده هنا حضرتك الديزاينر مين، ديزاينر مين بقى، باور باي دال اي 3، ده من البوتات المدفوعه الاجر، يعني ده مش بوت مجاني. تمام، كون ان انت تشتغل في اداه مايكروسوفت ومجانيه فدي حاجه يعني عظيمه جدا. ممكن ان انت بقى تقعد تغير بقى اللي انت عاوزه، يعني لو غيرنا هنا مثلا اي حاجه واحده بس مره بقى. مش لازم اغير الاثنين، اخليه يقعد على ايقونه والبروفايل يبقى وراه بتاع حاجه ثانيه، مفيش اي مشكله عادي. يعني هكتب هنا مثلا انا كتبت غلط، اذا كتبت عربي كده اهوت. تمام، انستجرام هنا غلط اهي. تمام، هو الكلمه غلط. طيب بص كده ممكن الغلط تكون ايه، ان هو حرف الاي هنا بادئ سمول مش كابتن عادي، مفيش مشكله. نعمل كليك يمين والاقي هنا اهوت الايه اول حاجه اهو سبيلنج، ادي الكلمه الصح. طيب ممكن ان انا اقول له اجنور، ممكن ان انا اقول له اد تو ديكشنري، لا ضيف انا عاوزها تبقى بالشكل ده، يعني بعامله اكنه برنامج وورد عادي. انا اختار انستجرام هنا واضغط على كرييت، بص كده هيبدا يعمل ايه مزج ما بين الايه اليوتيوب، لان انا حاطط ورا السوشيال ميديا او البروفايل يكون يوتيوب، وكل انا غيرته ان المكان اللي هو قاعد عليه يبقى مختلف اللي هو عباره عن ايه انستجرام دلوقتي. بصوا حضراتكم هنا عامل لي اهوت انستجرام بالشكل ده، عامل لي واحده كده، عامل لي هنا هو غير. بص انت ممكن تدخل بقى اكتر من حاجه زي ما انت عاوز بقى وتجرب زي ما انت. انا هسيب لحضراتكم البرومبت ده في الوصف ده بحيث ان انت تقدر تستخدمه وتعدل عليه التعديل اللي انت عاوزه، مفيش مشكله خالص. تمام،
اتمنى اذا عجب حضرتك الفيديو ما تنساش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس لتصلك بنا كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.